الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نحمد الله عز وجل ونشكره على ما من به علينا وبلغنا هذا الشهر العظيم وهذه الأيام والليالي المباركة، ونسأله جل وعلا أن يعيننا ويوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يبلغنا في شهرنا هذا ليلة القدر، وأن يكتبنا من أهلها وأن لا يحرمنا أجرها، وأن يوفقنا لكل عمل وقول صالح يرضى به عنا، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكتبنا ما من عباده المتقين. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نلتقي إن شاء الله في شهر القرآن مع القرآن الكريم، آية من كتاب ربنا نقف معها في دقائق، مع بعض المعاني والأحكام التي تستفاد من هذه الآية. والآية التي معنا هي الآية 43 من سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. في هذه الآية الكريمة أمر الله عز وجل عباده بالإتيان بالصلاة والزكاة، وأن تكون صلاة الإنسان أو صلاة المسلم مع المسلمين لا منفردا بصلاته، وهذا هو ظاهر الآية. وكثير من آيات القرآن جاء فيها الأمر بالصلاة والزكاة مقترنين، ومن ذلك على سبيل المثال قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال جل وعلا عن إسماعيل عليه السلام في سورة مريم: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال في سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فجعل الله عز وجل استحقاق وصف التعبد والعابد لمن أداهما كما أمر بهما، فقال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وفيه دليل على أن الذي يؤدي الصلاة والزكاة على وجهها لا بد أن يتبعها ببقية شرائع الإسلام، متبعا في ذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، فأمر بهما مقترنين بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في امتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وقال جل وعلا: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. وكذلك جاءت السنة ببيان أهمية الصلاة وفرضيتها وكذلك الزكاة. ومن ذلك الحديث المشهور، حديث الصحيحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة.
وفي قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة إشارة إلى وجوب القيام في الصلاة، وهو ركن من أركانها، ولذلك جعل القيام في الصلاة عند أدائها وهو أحد أركانها، لا تصح الصلاة إلا به، ويسقط مع العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فصل جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والصلاة والقيام في الصلاة هو أظهرها وأطول أركانها. ففي حديث البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، أي أن القيام لا يقارن طولا بغيره، وإنما غيره يتشابه فيما بينه، فتجد الركوع أو السجود أو بعد الرفع من الركوع أو بين السجدتين يتشابه بعضها مع بعض في مدتها، بخلاف القيام فإنه لا يقارن بغيره من أركان الصلاة في طوله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قيام الليل، وكان يصلي بالسور الطوال، وعندما يسأل عن ذلك كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكذلك جاء الأمر ببيان فضل الركوع، والركوع هو عبادة تختص بالصلاة ولا يصح منفردا عنها بخلاف السجود، فالسجود جاء في شريعة الإسلام، هناك أنواع للسجود كسجود التلاوة أو سجود الشكر ونحو ذلك. أما الركوع فلم يرد إلا في داخل الصلاة، ولذلك الركوع هو من ضمن ما تختص به الصلاة. أما السجود فقد يكون في الصلاة وقد يكون في خارجها، كسجدة التلاوة أو كذلك سجدة الشكر. وفي الآية إشارة إلى وجوب صلاة الجماعة، وهي مسألة خلافية الخلاف فيها مشهور بين الفقهاء، لكن شهود الجماعة والحرص على ذلك في بيوت الله سبحانه وعمارتها بذلك دليل إيمان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالشريعة جاءت بالحث على أداء الصلاة في جماعة، وهي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ولذا قال سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وقوله مع الراكعين فيه دليل على فضل اجتماع المسلمين على الطاعات والعبادات التي يشرع فيها الجماعة، ولذلك في سنن أبي داود من حديث أبي بن كعب قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نسأل الله أن يرفع البلاء والوباء عن الناس، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر، نهيب بالمسلمين أن يأخذوا بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعها وجعلها المختصون في هذا المجال، حفاظا على حياة الناس وأبدانهم وأرواحهم، فإنه بعافية الناس وصحتهم يقام الدين والدنيا، هو مطلب شرعي. فيحرص المسلم في أداء الصلاة في المساجد على
الأساليب والوقائيات التي جاءت من جهة المختصين، في هذا حفاظ على صحة الناس وعافيتهم، وكذلك إقامة لشعائر دينهم خاصة في هذا الشهر العظيم. وكذلك في هذه الآية الكريمة بيان لشعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، ألا وهي الصلاة، ولأهميتها ولركنيتها وعظيم فضلها وأجرها ومكانتها في دين الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكثير من المسلمين يحرصون على الصلوات في الجماعات في المساجد في رمضان، ويتركونها أو يتخلفون عنها أو يتكاسلون في غير رمضان، فنقول لهم: احرصوا على الصلاة في كل وقت كما أمر الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا يليق بمسلم يعرف قدرها وعظيم فضلها أن يفرط فيها، فإن الصلاة عمود الدين، فمن تركها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. والصلاة هي التي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحرصون على الصلاة وأدائها كما أمر، واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.